سامع الى تحياتي يا خاي، وكيف الاحوال؟ كيف انت؟ الحمد لله غير تقدر عليك. الله يعزك، الله يبارك فيك. علينا وعليك يا خاي، علينا وعليك يا خاي. واش مباشر ولا لا؟ ماشي مباشر، لا عم نقول ان شاء الله. كنشكر الاخوه المتتبعين باش هذا السي محمد تاهو دار اسبانيا مسكين تاهو برشلونه تاهو كنقول السلام ونقول شي مباركه من دابا. سبق لك تعرفتي السرقه انت؟ الله يا اخي، وسي محمد مسكين الاخر عوض لك ديك الشيء. سبحان الله. شوف حلاوه اللي في هاد الناس. شوف، شافوا الفيديو السابع الى شافوا الفيديو تاثروا به، خلصوا على ديك الدجاج اللي تسرق. ما شاء الله، بفضل الله. تشوف بفضل الله، داعي بنادم كنحاولوا ما امكن، لان هاد بنادم مخصوش الاذاعه اللي يدو. راه الله سبحانه وتعالى راه كيشوف. شوف كيف وليت سحران. اكين بعض الناس قالوا انه ربما كان محتاج. لا، محتاج ماشي بحال الطريقه هذه. واش بديك البيكانا انت محتاج؟ انت عندك البروميطه ديال الدم وما كان هذه اللحوم ما دايرهاش. لا اله الا الله. ما يمكنش تكون عندك محتاج. شوف، انت محتاج قول اخي الله يجزيك بخير، ما عندي شي ولا انا ما عندي كذا، ماشي مشكله. ولكن انت عندك رزق. هذا المسائل الحمد لله ما كاين شي. يلا يلا سي عبد الاله، اليوم 36 درجة الحرارة. بغيت عين نسولك ما مدى تأثير هاد الحرارة على هاد المنتوج ديال الدجاج؟ السلطة على البيوت تبارك الله، لأن حنا بالنسبة للحرارة يعني كينخفض الدجاج دابا الحمد لله طاح درهم. علاش؟ لأن الحرارة، لأن بنادم يخرج كيموت. لأن كيخصو يخرج منه، لأن بنادم اللي عنده كيخصو يخرج باش كيخفف من الكثافه اللي عنده داخل. والا عنده كميه، عنده كميه كبيره. ملي كتكون كميه في الكميه كبيره كيخصو يخفف، يخرج واحد التخفيف باش الدجاج كيتفرد كامل مع بعضياته، باش عاد كيرتاح. وخصو يكونوا خدامين عليه الرشاوش، لان بيس الرشاوش هو اللي خرج. اللي ما عندوش هاد الشيء هذا ما كياكلش الشهر. وهاد الثمن هذا غتكون عنده مسببات ما بعد ان شاء الله. كيفاش غادي يرجع؟ نطلب الله اللطف. راه بنادم راه ما قادرش. لا، لان شوف فيا، الحراره دائما انخفاض ديال الثمن ديال الدجاج، لان كتكون الدجاج بالكثره كيخرج. يعني دابا بالنسبه لي دابا الا جبتي دابا ما عيطيش وريبيتي الدجاج دابا يموت لك في الصندوق دابا. الله. وديك ديك الاشكال يا عباد الله، يعرفوا ما كيتسخروا. راه ما بقاش يسمعوا ناقصه درهم عند هذا ناقصه درهم عند هذا، وكيسحبوا مرة كيشريوا برخا. لا مشكل، هذا هو الاشكال. ها علاش حنا كنقولوا للناس يعرفوا مع البنك كيتسخروا. راه ما يمكنش يتسخر يقول عند هذا غدا من عند الاخر، غدا من عند الاخر، غدا من عند الاخر. باش دائما كتعرف راسك تسخر من عند هذا، ما عطاكش الجزم مزيان كتعرف شنو نقلب على الطراوس. ما تقلبش. شوف، حنا كاملين بينا كنجيبو نفس الدجاج ونفس الثمن. يكذب عليك اي واحد. السوق ملي كيخرج العموم. راه ما يمكنش عندي ندير الدجاج بانا مثلا ب 1300 ونبيع الدجاج ب 1600. ما يمكنش عندي الدجاج ب 1200 ونبيع ب 1600. حنا عندنا دائما فرق ديال جوج دراهم هو اللي كاين. درهم كديه 120 و جوج دراهم تخليك يخليها للاخر. مؤخرا طلعنا في الانترنت على ان بعض الناس كيبيعوا الدجاج نافق. دابا سيدي حماد، حنا هضرنا شي اللي نقولوا دابا حنا، لأنه هو مقبول في السوق. كيفاش؟ مقبول. مقبول. مقبول من طرف منه؟ من طرف الجاهلين بهذا الشيء هذا. يلا طيب. ملي كيسمع الدجاج هذاك يقول له أنت كتجي عندك الدجاج ولا حاجة كيقول له 1500 ولا 1400 كيقول هذا رخيص. وبعض الأسواق الشعبية قال بعض الاسواق الشعبيه اقل. دابا بالنسبه لنا حنا كنا كنهضروا على القضيه هذا، كنعرفوا كنقول لك ان الدجاج النافق كاين موجود. انا ما تعرف بك عارف حتى واحد. وانت تعطي لواحد هكا دجاج ميت؟ اش خوف الله ما بقاش. لا حول ولا قوه الا بالله. لا كنا نتفاهموا على خوف الله، خوف الله ما كايناش. واش كنطعم نفسي دابا؟ الله سبحانه وتعالى ربي كيعطينا. شوف، واش جاب حنا هذه الحراره هذه؟ واش اللي كيجيب ياخذ عادية؟ واش اللي كيجيب الله سبحانه وتعالى؟ البيئة كتجيبها عادية. بما كتجيبها تأيدي الناس.
احنا اللي كنعملوا هذا الشيء، احنا اللي خصنا نرجعوا لنفسنا، خصنا نرجعوا لنفسنا ونتقوا الله سبحانه وتعالى. اما الدنيا فهي دنيا فانيه. سيدنا الاخر عاش 950 سنه بالدعوه، عاش قرن وزياده ما بين الدعوه وما بين الاخر هكا. قال له كيفاش الدنيا؟ قال له دخلت لواحد البيت من باب وخارج من اخر، وجلست ساعه وخرجت من باب اخر. يعني شنو هو هذا؟ حنا كيخصنا نتقوا الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله، حياتنا كامله احنا ما كنعبدوش غير الله حق عبادته. الله يستر الله يستر. سي عبد الاله، ننتقلوا من الدجاج للخروف، كي داير ثمن الخروف اليوم؟ حنا على مقربه من العيد. ثمن الخروف غيكون طالع ان شاء الله. غيكون؟ طالع. دابا الخروف بالنسبه لي من العام اللي فات دابا تقريبا 20 على فرد زيت في الدعوه. حيت دابا بالنسبه عادي جاليه، عادي جاليه ديالنا. مرحبا بها في بلادها. وكتجي تاهي خصها فلوسها، خصها رزقها. مرحبا بها تجي تعيد معانا. وخا سيدي نزيد لك 20 فرق هنا في بلاد الله. حنا خصنا نجيبو الانسان كيسر الرحم مع العائله، وكيسر الرحم مع الاباء والامهات ديالو، وكيسر الرحم مع الاحباب. هذيك هي الدنيا وما فيها. اما شنو قلنا حنا؟ اما الفلوس الثمن طلع ولا الثمن عود الا معامله كنتعاملوا بها. المهم الانسان باش يضحي وصافي، سواء كان الانسان يشوف فيه دائما نمشي على قدر المستطاع ديالنا. هادشي اللي كاين، ما نشوفوش على احسن المستطاع، على السنه. حنا عندنا 150 نمشيو على 150، واحد عنده 170 الله يعاون 170، الاخر عنده 2000 درهم 2000 درهم، الاخر عنده 5000 درهم 5000 درهم، الله يعاون. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. على عبده. عندك واحد النعمه، عندك النعمه ديالك انت اللي كتبقى خوك. ولكن انت على قد المستوى، سلم حالك على قد المستوى. انت لو كنت كتقدر تنقص من درجه ما تبيش جوج درجه تتعطل. كاين بعض الاسواق كدير 50 درهم للكيلو، 50 درهم كتجي شويه في المتوسط ربما. دابا لا اسمع، دابا هذا الاشكال اللي كنهضر عليه السيد، راه حتى هاد الناس اللي كيبيعوا بهذا الكيلو راه حتى هما خدامين تحرميات اسيدي، راه كيعطيو الخروف كياكل بزاف، وكيعطيو الماء وكيشرب عاد كيوزنوا لك، راه مشكل. راه حنا ما كنخليوش الحاجه واحد الحاجه طبيعيه، وكنتمناو من هاد الناس هادو، كنتمناو نشوفوا هاد الناس هادو خوتهم بعين الرحمه. وشكرا اخ احمد على الاستضافه، وشكرا على تبارك الله عليك سي عبد الاله، شكرا الالتفاته المهمه اللي كتلتفت مره علينا، شكرا جزيلا سيدي.